وبارك الرب المجد يا محب البشر. مبارك لك الرب من سيون الذي خلق السماء والأرض المجد لك يا محب البشر. فليدنو توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني المجد يا محب البشر. ليدخل ابتهالي أمامك ككلمتك أحيني المجد لك يا محب البشر. طافيت شفتك التسبيح إذا ما علمتني حقوقك المجد يا محب البشر. لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك هي حق المجد لك يا محب البشر. لتكن يدك لتخلصني لأنني اشتهيت وصاياك المجد يا محب البشر. اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي المجد لك يا محب البشر. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعين المجد لك يا محب البشر. ظللت مثل الخروف في الدار فأرض عبدك فإني لوصاياك لم أنسى المجد لك يا محب البشر. زوك سابت ريكايوك أي نماتي زوك صار في لانس روبي كينين كيائي كيسوسيون الصريون الأمين زوك صاصي في لانس روبي. المجد للأب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الأبد كلها أمين. المجد يا محب البشر. المجد لك يا محب البشر الصالح المجد لأمك العذراء وجميع قديسيك المجد لك يا محب البشر. المجد لك أيها الوحيد أيها الثالوث القدوس ارحمنا المجد يا محب البشر. ليقم الله وليتمدد جميع عدوه ويهرب من قدام وجهه كل مقبل اسمه قدوس المجد لك يا محب البشر. وأما شعبك فليكن بالبارة ألوف ألوف وربا وتربا يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتك ولينطق فمي بتسبيحتك. الهوس الكياكي مقتطفات من سفر المزامير حول موضوع التجسد الإلهي. هو سيب شويس خنو سنفيري هو سيب شويس بكاهي تيرف هو سيب شويس زموه بفران هشنو فيهم بفقو جاين إيهو خاطي إن إيهو صاجين بفقو خني اسنوس نمني في شبيري خني لاو ستيرو جيو نشتي بيب شويس أوف إزماروت إما شويف وينوتي إجني نوتي تيرو. هللويا. سبحوا الرب تسبيحا جديدا سبحوا الرب أيها الأرض كلها سبحوا الرب وباركوا اسمه بشروا بخلاصي يوما فيوم واخبروا بمجدي في الأمم وبعجائبه في الشعوب لأن الرب عظيم هو ومبارك جدا على آلهة. هللويا. أبارك الرب في كل حين وفي كل أوان تسبحت موجودة في فمي بالرب تفتخر نفسي وليسمع أهل الدعاء ويفرح. عظموا الرب معي ولنرفع عنا اسمه معا. هللويا. أيها الجالس على الشاروبيم اظهر
انهض قوتك والم لخلاصنا. اللهم ارددنا ولينهر وجه فنخلو قطع السماء ونزل والضباب تحت رجليه وركب على الشاروبيم وطار على أجنحة الريح وجعل الظلم له حجاب تحوط به مظلته. أجنحة حمامة مغشاة بحلي الفضة ومن كباب صفرة الذهب، وعندما يرسم السماء عليها ممالكا فيبيضون مثل السل في ثلمون. جبل الله الجبل الدسم الجبل المتجمد الجبل الدث، ما بالكم تظن جبالا مجبنة الجبل الذي سر الله أن يسكن فيه، فإن الرب يسكن فيه إلى الانقضاء. قامت الملكة عن يمينك مشتملة بلباس موشى بالذهب مزينة بأنواع كثيرة. اسمعي يا ابنتي وانظري واميلي سمعي وانسي شعر وكل بيت ابيك، فان الملك قد اشتهى حسنك لانه ربك. تسجد له بنات سور يتلقون وجهك بالهدايا أغنياء شعوب الأرض. كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة بأزياء موشى بالذهب مزينة بأشكال كثيرة، يدخلنا إلى الملك أعضاء خلفا، يدخلنا صاحبات يا جميع، يدخلنا بالفرح والتهنئة، يدخلنا إلى هيكل الملك. عظيم هو الرب ومسبح جد في مدينة إلهنا على جبله المقدس، تتسع كل الأرض بالتهنئة، جبال صيون جوانب الشمال مدينة الملك العظيم. أساساته في الجبال المقدسة، الرب أحب أبواب صيون أفضل من جميع مساكن يعقوب، أعمال كريمة قيلت من يا مدينة الله. الأمة صيون تقول أن إنسانا وإنسان حل فيها وهو العلي الذي أسس إلى الآباء. ملاك الرب يحيط بكل خائف وينجيهم، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل. الذي خلق ملائكتي أرواحا وخدامه نار تتقي. الذي جعل مسالكه على الساحات الماشية أجنحة الرياح. باركوا الرب يا جميع ملائكته
الأشداء في قوتهم الصانعين قوله فبحوا يا جميع جنوده قدامه الصان إرادته باركوا الرب من السماء باركوا في الأعالي أمام الملائكة ورتل لك وأسجد نحو هيكلك المقدس السماوات تنطق بمجد الله والفلك يخبر بعمل يدي يوما يقول كلاما ليوم وليلا يظهر علما لليل ليس من قول ولا من كلام الذين لم يسمع لهم صوت خرجت أصوات على الأرض كلها وبلغ كلام إلى أقطار المسكونات الرب يعطي كلمة للمبشرين بعظم قوة وملك القوة هو الحبيب اعترفوا للرب وادعوا باسمه وبشروا بها بالأمم اخبروا بجميع جاي افتخروا باسمه القدوس كريم أمام الرب موت أصفيائه يا رب أنا وابن أمتك حللت وساقي فلك أذبح ذبيحة التذ وأوفي للرب نذوري في ديار بيت إله قدام جميع الشعب في وسط أورشليم عجيب هو الله في قديسي إلى إسرائيل هو يعطي قوة وعزاء لشعب ويتنعمون بالسرور مبارك الرب الإله تقلت سيفك على فخذك أيها الجبار بحداثتك وبا امتد وسر واملوك قطع الأفعى وملك الحيات وتكسر الأسد والتن لأنه جعلني رجاء فوق وأسطره لأن قد عرف اسمي خلاص الأبرار من عند الرب وهو ناصرهم في زمن الشد الرب يعينهم وينجيهم وينقذهم من الخطر لأنهم توكلوا عليه فليفرح الأبرار بالفرح والصديقون صرخوا إلى الرب فسمع ونجاهم من جميع شدائدهم قريب الرب من مستقيم القدس والمتواضع الأرض يخلصهم كثيرة هي أحزان الصديق الرب يخلصهم من جميع الرب يحفظ جميع عظام فواحدة منها لا تنكسر نور أشرق للصديقين وفرح لمستقيم القلب افرحوا أيها الصديقون بالرب واعترفوا لذكر قدسه هللويا
البار يزو مثل النخلة ويكسر مثل أرض لبنان. المغروسون في بيت الرب يظهرون في ديار بيت إلهنا. هللويا. فم البار يتلو الحكمة ولسانه ينطق بالحكم. ناموس الله كائن في قلبه وخطواته لا تذل. قديسوك يباركونك وينطقون بمجد ملكوتك. يصنع إرادة خائن ويسمع تضرعهم ويخلصهم. الرب كل محبيه. هللويا. افرحوا بالرب وتهللوا أيها الأبرار. افتخروا يا جميع مستقيم القلب. فلهذا يصلي لك كل الأب في زمان مستقيم. فلتصدق وتدركنا سريعا رأفتك لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلص من أجل مجد اسمك. يا رب تخلصنا وتغفر لنا من أجل اسمك القدوس. فليرفعه في كنيسة شعبه وليباركوه على منابر الشيوخ. لأنه جعل الأبوة مثل الخراء. ينظر المستقيم ويفرحون. هللويا. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت الكاهن إلى على تقسيم ملكي صداك. الله يتراءف علينا ويباركنا ويشرق وجهه علينا ويرحمنا. هللويا. يا رب خلص شعبك بارك ميراثك. ارعاهم وارفع إلى الآباء. نمتي في صافي أو انت فقاري. إني أو انسيك إني ناي انت بشو أويس. إزمو إيرو إستيمي طانيا كوني إيفول نايوت. نمنا إسني وإشلي الإيري إيه إيجو إخن أو أغابي. تيتي ويرو تين أريبا مي إيفي. نصابت ريك إيوك أيوب نغمى. ميخائيل وغبرييل رفائيل وثوريال يتلون بس وأقوال أمين
هللويا تسبح شربي وأيضا استيقظ في مقائل به عظيم أن هللويا أين النور حيوان من تحت العرش بثبات يتلون كل أوقات أمين هللويا إلى أو شبه أسى ما نظر من غيرك فدوي أعين به عادات أمين هللويا بالثاني شبه السرور شبه إنسى يسأل عن غفرنا أمام الله ديان أمين هللويا منظر بالنور ما يسبحون به ويباركون الجالس على الكرسي أمين هللويا منظر بأنوار شتى سرافين بأجنحة ستة يصيحون بغير ستة أمين هللويا والأربعة والعشرين قسيس كهنة بمقام نافس يصيحون بالتقديس أمين هللويا وتسبحه لأب الذين سلكوا لأب من فجأة سماوات أمين هللويا ساطانا في الخاصة شيطانا بالاستيقظ لما بطل ذات ذكار أمين هللويا مسكين من يسمع في حضرة من يقرأ يا تمجيد لإله مجيد ويا تذكر مزيد أمين هللويا هللو يا تنزيل وقائل يكفي يا قد ألف بتي أمين هللويا تذكر لإله سطر يا جبل تذكر أمين هللويا الليل يا ترتي وتسبح ويا أفضل ما قيل أمين هللويا سبحانه مكون ما كان كائن قبل أكوان ما يخلو منه مكان أمين هللويا سبحانه جل سنا كافي لا عبارة ولا معبود سوى أمين هللويا
سبحا خلق من نارا وأرضا صم أوجد من عدم أمين ديلو يا سبحا رب غير رؤوف غفور على كل فعل ستور أمين ديلو يا سبحان مشئ الأكوان بتدبيره قد كان إسقال للشيء كن فكان أمين هللو يا بيهللو يا قصر تحفظ بر الأبرار قولوا يا زهر قدار أمين هللو يا داود بيها تنبأ وبفضلي أنا بقى بأقوال تتلألا أمين ديلو يا بأقوى كتابي مزامير المية واحد والخمس مضمور وفي كل مضمور أمين ديلو يا داود البقر يمسي أبكر على العشرة أمين ديلو يا بالقرقن والفار وسط النجمة أوتر والدف مع مزمار أمين ديلو يا هاسيون وقل سوف إلى سيد مكنون أمين الليل وسمى بالجملة الملك الموسى بالنور والحلى أمين ليلو يا من الخير يعطي ما يكفي ويعطي أمين ديلو يا رب إليكنا احفظ البابا انبطى ودروس الأم بطريركا وأطي بال أمين ديلو يا رب شارح لمعاني هاوي العامل بمد أمين ديلو يا وناظم هغزل خطايا ما ذللو وبرحمتك نعلو أمين ديلو يا روحنا من زمن يتكل بكلام ماهر يفهم بمرد من ف
هو يعلم أمين اللي. بص الأول بنسميه هوس النصرة أو تسبحة النصرة بعد عبور البحر الأحمر في بلادنا العظيمة مصر. أمين الليل يا كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون توتي أبوس جي موسيس نمن نشير بسرة إيطايو زي انت إبشوي صووا بسرو قش جي مارن هوس إبشوي جي خن أو أو غرا فيت شي أو أو ويسون موش راسي إسو أبر برو Vai pipe no ti ti na ti o na viv no ti impa ti na chet. Sois met kum kem enne vossi sois bebe frat ne vrecci o sinti para unik tut kum tirs abber voro e etiom. Han sud bin anava tis ene trista tis av gul ko khen vium in shari. Abbobs eri ebu in dibu abbobs efri ebitchik emibriti eno. يمينك يا رب تمجدت بالقوة يديك يمنى يا إلهي أهلكت أعداءك من مجدك حق الذين قاومون نار سلت غضبك فأكلهم مثل الهاشم وبرؤ غضبك وقف الماء وارتفعت المياه مثل السور وجمودات الأموات في وسط البحر أرسلت روحك فغطاهم البحر وغطسوا إلى أسفل كالرصا في مياه كثيرة يشفي أحد الآلهة يا رب يشفيك ممجدا في قدسك متعجبا منك بالمجد صانع العجائب مددت يمينك فابتلعتهم الأرض هديت شعبك بالحقيقة هذا الذي اخترته وقويته بتعزيتك إلى موضع راحة قدسك سمع الأمم وغضبات والمقاد أخذ سكان فلسطين حين زين أسرع أولاة آدم ورؤساء المؤابيين أخذته من الرعد لما كل سكان كنعان وأتت عليهم الرعد والخوف بكسرات سعيدة فليصيروا كالحجر حتى تشعبك يا رب حتى تشعبك هذا الذي اقتنيت أغفلهم وارسهم على جبل في رأسك وانتفانك المعد هذا الذي صنعه يا رب موضعك المقدس يا رب الله أعدادت يدك يا رب تملك منذ الأزل والآن وإلى الأبد لأنه قد دخل إلى الله والرب غمرهم بماء البحر أما بنو إسرائيل فكانوا يمشون على اليابسة في وسط البحر فأخذت مريم النبية أخت هارون الدف بأيديها وخرجت لإسرها جميعا كسوى بالدفو والنسب فبدأت مريم في مقدمتهن فلنسبح لأنه بالمجد قام تمجد الفرس وركب الفرس صنعوا ما في البحر فلنسبح الرب لأنه بالمجد تمجد
فين أوبن جبير امبارازوك سوس فرعون ابن أرقاف كنت بيتي نشير بإسرائيل قبل مليون مليون في نفوس خاقه بن جيموسيس ببروفيتي شا انت بتشيتو تي ابشا بن سينا هنا الغوث ابن تبن طيول امريلي بمار الغوث ابن تبن وغرب تشيو تيتني ابشي تينت مويسيس بأرش برو بيتي ابشو يساري اموتنا انم بيكو ابولنتي اين النوبي ايتني ابرزي اين ديت سهوتو كوت زوان اف ماريا اين فوي صاري اموتنا انم بيكو ابولنتي اين النوبي بينوش تموك او بيخرستو أسلم بك يوتن أغاسو نمتي ابني بمصوات جي أطي أكسو أوتي أمون قال الرب موسى كل شعب هو يرحل وضرب البحر بلا ينفتح فيما دخل فجم موسى ضرب البحر بسرعة فانفتح ضرب طويل وطريق متسعا انشط البحر نصف نهار ويملى سوية وصاروا في مشي على الأرض السفلية وعمود النار دليل لطريقات الله قدام سؤال باقوسه في وسط قائلني المياه كمثل العالي يمين ويسار دخل فرح وتجاسر بخيوله في إسري ومعه كل عسى بعبيده قاطره ماتا ومحمود الغمام وحجز بين الصف طبقا موسى اضرب البحر رد فضرب البحر بلا رجع الماء الى اصل فانقلبت بكرات فرعون وغطس في وسط وعبيده ينطق وعمته من الظلمه عاصف بعداده في وسط البحر غرقت الشمس تلك الساعة حين غرق ذاك الجار وإسرائيل صار في شجاعة الدل جاذوا البحر بس ماشيين على الباج وس وطاروا كمثل ونزلوا على أعلى الطول السبح موسى وجماعة إسرائيل وما كل الخيل والوكاب الخيل طرح في البحر الأحمر وخط إسراء من الذل والعار هذا هو إله ومجد اسمه ده هذا هو إله صار كل عظائم طمئنت بجبروته الرب اسمه مكرم فرعون وقوة
وغطته من المي وغطسوا في الأعمى كمثل حجر ورا والبحر عليهم ضاق يمينك يا تمشى بقواها يمين يا إله هلكت كل أعداها رب كسرت مجدك صعبت العدو الأسيم وارسلت روح غضبك فأكلهم مثل الأسيم من قبل روح غضبك وقف المكسور ملموم والأغاني المحبك إن سبيتين بيوم يا للعدو أسرع وأدرك وقسم وشبع نفسي وسي ويدي تملك ده أرسلت روحك غطس في بحر ملوش جار في أسفل قاع رسخوا كر في مياه غضار في الآلهة يا ربي من مثلك مماجة قديسك يتعلم منا وسط يديك والأرض ابتلع الأمم سمعوا غضبوا وأخذهم طل وهل فلسطين نهار وشمالهم حزن فصرعت رؤساء وجلجموا أبوا فزعت كل لما سمعوا الأخبار الناس كان جنعان والرهلة أخذتهم ولحقهم لهم جبل ميراثك واغرسهم في زاد في مسكنك ومحل الذي اعددته للأرض الملك لك وحد والعظمة والسلطة دخل فرعون بالعصر والفرسان لأنهم دخلوا في البحر ومشوا الكل في وسطه بمراكب وعساكر من بالشاسيس والرب جاب الماء وجسم على الميول وكل الكم وإسرائيل مشى على اليابس فلسميتين بليون أخذت مريم أخت هارون الضف بأيديها والنسوة مع غنون بطبول حواليها فبدت مريم الناس غني قدام وتقول والنسوة مع يا تكون صنوج وطبول والأعمى طارت مثلك وموسى فيها خطر والعدو سقط في أرض غير من أشرقت الشمس وطريقا مذكورا أخشيه الماء المحلول وقص الدم موسى بتمامه إبش. قال الرب لموسى مد عصاك على البحر فينشق نصفين ليدخل بني إسرائيل في وسط البحر مثل اليابس وليعلم أهل مصر الذي أنا الرب وليس أحد سواي فمد موسى يده على البحر وضربه كما قال الرب فانشق البحر والمياه جمدت
وعبر بنو إسرائيل البحر فتبعهم المصريون وكل جنود وفرعون الملك وكل مركباته وجنوده، فرجع الماء وغطى المصريين وخيل فرعون والراكبون عليها وغرق الجميع في وسط البحر ولم يبق منهم ولا واحد. وكان بنو إسرائيل يمشون على اليابس في وسط البحر وكان الماء لهم مثل السور عن يمينهم ويسارهم. فلما إسرائيل هذه العجوبة العظيمة وأن المصريين ماتوا في البحر خاف الرب جميع الشعب وآمن بالله وبعبده موسى. حينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة وقالوا ليقولوا من فم واحد فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد. بطلبات موسى رئيس الأنبياء يا رب انعم لنا بغفران خطايانا. الآن يا سيدي اطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيناي أبصرت خلاصك الذي عددت قدام جميع الشعوب نور تجلى الأمم ومجدا لشعبك إسرائيل.
فرس ولا ساقي هي مثال ذكي. حيث يعظمك يا سيد والدة ليلى القديسة كل حين. Moteiro zique o sucesso ou a maré de demais no tênis que nem tênis ou é. Digo lembito vos a conemsa dois que nem casar os mancho benedique ou. E tal mante se triunfor sem tênis fizer vedoxazin em nema carismos. إذ بباطن شيسيم وأكسيوس خنار نولوجيا مبروفاتيكون. يا صيص بالمعنوية الطيوتي ماكي إسوها بالدمنش تنقولو. تنتيهو تنتو بسرن شاشني إبناي هي تنبرد ذيا تطفن بماي رومي. دعيتي أم الله يا ابنة خيم وصرتك فما وفقت لك ظهر منك ينبع لحى وأبرأ كل سقيم وراء في الضل وهدى خلا أركون. يا جبة موسى يا مملوء أنوار يا تاغوت العهد وفي كل ذهب غالي ولمن مخفى فيه يا هيكل هنا أحب الله وسكن ومن يؤمن باسمه من بعد موت يحيي يا مسبح حمل سر مكنون. السلام لك يا مريم يا ست حجاب مسكن لدوس يا كرسل هلاب رب الصبا بك يا ماريا فذنا بنعيم الطوبة يا ماريا اتصون انت صلومون. عبدك حاقر وزليل ينوي بلده بالسي قرية تدعى فد من نرجل خالص من إب كني لنا حصنا نوع لكي الرب جمعنا مع كفة قديسين. السلام لك يا Yeah.
يا أم الرحمة ادفعي بينا في يوم الزحف بابنك نون هذا يا إفتيون. السلام لك يا مريم يا مفتوح النعمة يا مستقبل الأنوار يا أم الرحمة ادفعي بنا في يوم الزحمة بابنك نون الخلاص يا ابن إفتيون. مرات كل يوم من كل قلبي أبارك اسمك يا رب الكل. ذكرت اسمك فتعزيت يا ملك الدور وإله الآل يسوع المسيح إلهنا الحقيق الذي أتى من أجل خلصنا متجسدا وتجسد من الروح القدس ومن العروس الطاهرة حول حزننا وكل ضيقنا إلى فرح قلب ودل الكل فلنسجد له ونرتي لأمه إلى حمام الحسنة ونصرخ بصوت التال القائلين السلام لك يا مريم أم عمانوئيل السلام لك يا مريم خلاص أبناء السلام لك يا مريم أم الملجا السلام لك يا تالي الحق السلام لك يا مريم فرح الأجياد السلام لك يا مريم فرح أبي للبار السلام لك يا مريم العذراء الأقضية السلام لك يا مريم خلاص نوح السلام لك يا مريم سلام لك يا مريم نعمة إبراهيم لك يا مريم ملك لي غير مضى السلام لك يا مريم خلاص إسحاق السلام لك يا مريم يا أم القدوس السلام لك يا مريم يا آل يعقوب السلام لك يا مريم ربوات مضاهقة السلام لك يا مريم بقرية وزاد السلام لك يا مريم كيرات السلام لك يا مريم والدة السلام لك يا مريم يا كرامة السلام لك يا مريم فخر إسرائيل السلام لك يا مريم سبت أيوب البار السلام لك يا مريم الحجر الجليل السلام لك يا مريم سلام لك يا مريم يا صديقة سوء سلام لك يا مريم رفعة الصديقين سلام لك يا خلاص إشعي سلام لك يا مريم شفاء إرميا سلام لك يا مريم علمي حصيا سلام لك يا مريم نعمة ثانية سلام لك يا مريم قوة سلام لك يا مريم والدة الإله سلام لك يا أم يسوع المسيح سلام لك يا مريم الحمام سلام لك يا مريم أم ابن الله سلام لمريم التي زاد لها جميع الأنبياء وقالوا وصلى الكلمة التي تجسد منك بوحدها مرتفع أنت بالحق أكثر من عصا ممتلئة نعمة ما هي العصا إلا لأنها ميزة بتوليتها حملت وولدها بغير مقاطعة ابن العائل الكلمة الذاتي بصلواتها وشفاعتها نسأله يا والدة الإله اجعلي أب مفتوحة للمؤمنين فلنسأله
أن تطلب عند حبيبها. يا ممره يا ميم يا ست الكار قد نلتي ذيم من نور الألوى وهبتي تعظيم عند قد صار وحمدت الخالق من لا يحتار. من المانولتي يا أم ما وأنت قد صرتي مملوءة ولله صرتي حجابا للكلمة واحتار فيك أرض بالتكهيم. أنتِ هي النعمة أنتِ الحصن فينا أنتِ ذي الرحمة يا عون المساك بابنك ذلت النقم يا قدس الجدي وشفعت في الزحمة يا أم رحيم. يا زين الأبكار يا قدس الأحبار يا طهر الأطهار يا نور الأنوار يا كنز يا أم ما أنت هي المن أسماء. ابنك خلق آدم أمل مخطئ ديم وعطق لام من كل الأضرار ربك من صغري لما رأى طهري قطع ذكرك في كل الأقطار. إني غير المحسوس الرقدوس منك أتوضع ونظرته لأبصار مصر ألعب والنار في تتأجج وأغصان تتوهج مأرته النار. Say.
قد قيل عنا وي تالد عنا انوي الملك الجا وحسقي الرا دخل في رب باب وختم الموها علي مقدار صرت فوق الأركة شب وله الصل على كل الأرض وهو رب الجو ومن حول طغمات ألوف ورب من عظم ووجاي بالملك الجبار بالفطر التاج ده داود في التاج يرتب بالألم مع ضرب حصار دي حمامية تزهر بالذابلة على من كاب يا صاحب السادس قلب قولا ما أخفي لكن أروي وأرو إجهار والبطورية في حفظنا ووقاك إلى وطن العشيرة الله قادم بيس ظاهر مد للأبرار نيك عتق منا لأنك خير من يس والدعاء يقبل ويسمع ويعد يدفع ضربات كارب Yeah.
ونادي يا مسكين والبس صوب اليقين وآمين فيتشفع بالقدر ونظم المد ده مدح حق الحين مد دومي سوى سيدك كار يا ابن داوود كم من كم جاء بشر بورود ابن لام كم كان موجود في حبك كما امثل كما ونبوه موصوف في يا باب مقفول راء حزقيال في المشرق مشمول بالنور المتعالى جل عدرا طول في عقب الأجيال سطى من خضعت له ربوة وألوفي حق العنبى رائحة طيب فاع سيد دبار وحمل بأفراح وولاء وزهار نجمه في الأصباح وهو في مد بخرق فوفي يا خشبا لا يسويش وجبلت البشر وحملت القدس وين هي حضرة ورجعنا الف ببنك دفعة وبك اطمع نينا من خوفي يا زهرات الأطياب اشتاق الرب لها يا مدينة والرب داخلها مركبة للإبن والنور شام ده ابنك هو وبالأب تحدي يا سلة فوراء أبي يعقوب من فوق موضوع روح مرهوب جال الرب يسوع في العذراء محب متحننا راقي ورؤوفي يا سيدنا انت
يا ضياء وبهاء يا جوهر ما داود عنك أنباء في المزمور بفنون إله آلهة يظهر في سنه وقد أكمل ما من أجلك بوصول في يا طوبى يا صرت من دوس أم حكايني بنظام مخصوص أظهر إشعياء وتنبأ دخلوا الروح في الحشا والجوفي يا غصن العوساج ومتوج رأى موسى يرهاج من فوق جبل الطور فما وأبهاج زل أمر المشر شاع اسمي كل العهد بوصوفي يا فزجية ماء بألوح مارسم في العلماء كنزا من جوهر سر منكتما صار من كيم جهار بالجسد به المجوع في يا قبه موسى سموك الاحبار كرمى مهروسه حاملت الاسمار بكر وعروسه من نسل الاحبار كدر بغير فسد للعرس موصوفي يا كرسي علي فوق الرب مقيم راى دانيال فوق الشروبيم ولما شاف وقال لك كل التعظيم يا عذرا مجدك علي موصوفي يا كرسي علي فوق الرب مقيم رأى دانية فوق الشروبيم ولما شافوا لك كل التعظيم يا مجدك موصوفي يا لوحا مكتوب وسما أشرق شمس لمن كيف الظل وفي أحشاك حل روح الله الكلمة بعد بوجه مصروفي يا هيكل طهير لحلول اللاهوت من فر ظاهر اسمه كوت وقدر واحد من الساء تسبح له كل الرب وتول له في يوات الأصل من ده صافي والماء مختار في وسطهم رجع آدم له بعد كان من هو هي أغويت وبيكي قد عوفي يا مسة العباد
لدين الأب أمي إله القبر يا عالم الأسرار وسلام لا لا برا في سري ولي من يمدح شط تشبع في قلوبي أمي إله القدر يا عالم الأسرار وسلام فلا عبر في سر والإجهار من يمدح شفرات الشرح قلوبي التي طلع وأظهرت من أصل رؤى إلى باوي الأنبياء يسوع ظهرون الكاهن أظهرت وأوصقت ثمرا لأنك ولدت الكلمة بغير زرعيبة وبتوليتك بغير فساد حد قاعد يا جماعة؟ حد قاعد هنا؟ نصلي كده من كل قلبنا أنا أمدح في البتول وشرح عنا وقول أنت أصل قول ليك يا متنا وخلاص جنسنا قد بلغن منا ونحن بك فرحون يا مريم عجب من عجب وين جندي بقى وبتدوي والسلطان ده أبوك مدحي في الباتو بقلبي صارا واللي يمدح على طول على طول قلبه انشرى يا جب تموت وجاكي غبية قلب بشاير وقوى قال وجبلتي ما قال وهو سر نقول حاو في السمرة وهو رب الجود وصرت سماء مقمرة يا إبتي خلصت آدم بعد الجنة
أخاك يا مريم عجب من عجب وانا جندي فضى بتدوي بالقربة يا أبو جمال مدحي بيته وانت بالقلب الفرح واللي يمدح على طول على طول يا مريم يا عروس ذكر داود عنك ان الملك اشتهيك وتجا منك رب العرش مكنون ضربا ثم اولو من حولنا شوق وطوى وصيف وشوال متصلون سألت عنا الأحزان وصرنا بإطمئنان بك يا قرة العيان ونحن بك فرحون سألوا ما شهدت بنت العذراء غدتات أمنت واعتقدت بالسر المكنون والسباني سباني حبك يا فقر الروتات مصارعك يا مريم عجب من عجب ولجنك فضى بتدوي مدحي بدون القلب الفرح واللي يمدح على طول على طول قلبه انشرح يا دبة سامريان يا شوية عروس وموسى الكليم اسم سفر التكوين القا قال رأك يعقوب عظيم كسلم بالبهاء مقر شهد روح إنك شفاعة فؤوس يا بك وعرو كما تنبأ النبيون حبك يا فقر الروتات مصارعك يا مريم عجب من عجب ولجنك فضى وبتدوي والسلطان ده وده مدحي بتكون للقلب فرح واللي يمدح على طول على طول يا الضوء انشرح يا جبه فامريان يا شوية عروس نورك قد أشرى أقوى في الظهر أبرأك وغصنك قد رأك فجنى ثمار المسيح انطبع يا سماء حيرت العلماء طبع يا سماء حيرت العلماء طبعك يا سماء حيرت العلماء بفلسفة حكماء
ها في وصفك يتكلم. ظهر منك الإله المتعالي في السماء، وملل من ثدييك كما يفعل المخلوقون على حسنك، لأن يسوع ابني وحملت تباني حبك كقبر الرسال موسى باكي يا مريم عجب من عجب ولجنت بابا وبتضوي والسلطان ده أبو زمد ده مدعي ذباته واللي يمدح على طول على طول يا انصاره يا جب موسى يا مريم يا شريط عروس غلت فيك المدة يا بهجة الأرواح ده اللي يمدحك دايما يكون في نجاة أخوة قولوا صح ذو نفس تبع ربي وهو قصد ومر بي يسوم حسبي حتى بيك من الفائز أكون قادم أزلي يا مريم عجب من عجب ولجنة قد داوي والسلطان ده أبو زمد مدحي بذاته ده القلب خرا واللي يمدح على طول على طول قلبه ينشرى يا جب لك كل تعظيم يا ابنك فيم حملت السر عظيم ووضعت يا قرة العيون دمو ودني قال ضرى فيك لأن قال ونطق بصحيح لأ في حبلك يا نفسي نورت الأكوان يا فخر الأزمان لولاك ما كان كل الخلائق يعتقون هذا يا ألوان جاءت بها الأعيان ذهب وحر ولبان حبك يا فخر الرسال موسى رحاك يا مريم عجب من عجب ولجنت قد ضاوي بتضوي والسلطان ده أبو زمد مدحي بذاته القلب خرا واللي يمدح على طول على طول قلبه ينشرى يا جوز موسى يا مريم يا
سجدوا للمولود، سجدوا للرب المعبود، وسجدوا للمولود، سجدوا للرب المعبود، وهيرودس قائد مجهود وجن مندهش لا تميل في كل حين، ولدك الخطأ المساكين لا تميل في كل حين، ولدك الخطأ المساكين لا تميل في كل حين، ولدك الخطأ المساكين شفعتك الآن وكل أن ويوم دينا أرجو أنا والمؤمنون، يا سيدة الأبطار يا ملك الشرف والفخار، ساكنة بالنجاة والانتصار على من بنا ينكرون، نسأل منك الغفران وقوة مع إيمان وحصن شعبك على حبك يا بحر الرسال، موسى حكي يا مريم مريم من عجاب، ولجنة بابا وبتدوي والسلطان شاب وتمدح مدحي ذبات القلب فرح، واللي يمدح على طول على طول قلبه انشرح، يا جو موسى يا مريم يا شوية هارون، وبعودة لأيام يا بحر الأنام، وبعودة لأيام وفحوط ما نام بل سهر ونسبح، يا أمي أضرار احنا أولادي، يا أمي أضرار احنا أولادي، يا أمي أضرار اشفع فينا يا عبراء، اشفع اشفعي وسبعني تابع حبك يا فخر الرسال، موسى حكي يا مريم عجب من عجاب، ولجنة بابا وبتدوي مدحي ذباته قول لقلب فرح، واللي يمدح على طول على طول قلبه انشرح، يا جود موسى يا مريم يا شوية هارون، صرتي أم القدوس صرتي أم قدوس تحملك الكروبين، وانت فخر جنسنا وانت أيضا أمنا، وانت فخر جنسنا وانت أيضا أمنا، يا أمي أضرار احنا العذراء احنا اولادي،
اشفع فينا يا عذراء، اشفع اشفع ايه واستجاني سابك حبك يا قبر الرسال موسى حكي يا مريم عجب من عجب والجنة دي فضة وبتضوي والسلطان ده أبو ده مدحي ده مدحي في واللي يمدح على طول على طول يا البور انشرح يا جب ساعة يا مريم يا شريك عروس راينا بعيون كل أيامنا راينا بعيون كل أيامنا اشفى فينا بكل أمورنا اشفى فينا بكل أمورنا يا أمي حضرة يا أم نلا عذراء احنا اولادك يا أم نلا عذراء احنا اولادك اشفع فينا يا عذراء اشفع اشفع وسبني سبني حبك أكي يا مريم عجب من عجب والجنة فضة وبتضوي والسلطان ذهب وده مدحي ده مدحي في باتون القلب فرح واللي يمدح على طول على طول يدور يا جب يا مريم يا شريك هارون تفضلوا ارتاحوا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمة ورحمة وبركة للأبد أمين. أولاً كل سنة وانتم طيبين، ثانياً سعداء جداً نصلي في نزلة الملك في كنيسة مارينينا في نزلة الملك في ساحل سليم، ثالثاً ممكن نفتح الشبابيك ولا تبردوا؟ وانا اللي حران ولا الدنيا حار؟ ها خلينا في الشبابيك بتاعت ربنا، هتبردوا يا جماعه. افتح يا بابا افتح، ما انتوا لابسين بلوفرات اهو. افتح 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 على الاخر يا ابني، افتح يا ابني، ايه افتح على الاخر، الله يفتح عليك على الآخر. والحتة برضو الشراعة دي على الآخر، الله
كده تمام. والشباك اللي ورا الشبابيك دي حاجه، الهواء ده حاجه مهمه جدا، الاكسجين. بيقولوا ان بعد 5 ايام درجه الحراره تنزل 7 درجات. يا رب. يعني احنا عايزين برضو الشتاء علشان يعني شعب المسيح المحب للمسيح دايما مالي الكنايس، والكنايس مكتومه، ولما الدنيا تبقى برد شويه يبقى يعني وانتقل كل واحد يجيب معاه جاكيت ولا جاكيت ولا بلوفر. ربنا يعطيكم الدفء الروحي والهواء الروحي. نمرة 3، أنا مش عارف أعبر عن فرحتي بغرس الشمامسة، مش عارف يعني. حتى الناس اللي بيتفرجوا علينا في التلفزيون ده، في ناس من الخارج علقوا لي على غرس الشمامسة اللي في كنيسة مارمينا نزلة الملك. من خارج مصر. فربنا يباركهم ويجعلهم دايما كده بيصلوا بقلبهم كده وزي الفل كده، حاجة تفرح. دي نمرة كام دي؟ يعني نمرة 1 ايه؟ نمرة 1 كل سنة وانتم طيبين وكده يعني. ونمرة 2 الدنيا حر شبابيك. ونمرة 3 خرس الشمامسة. نمرة 4 ان شاء الله بعد اسبوعين زي النهارده هيكون يوم 1 يناير، هنصلي بقى في البدروم بتاع الكنيسه الجديده بتاعت الانبا انطونيوس والانبا بولا عندنا هنا، مش كده يا ابا انطونيوس؟ ده في البيت ما مسقفتوش ليه؟ مارمينا والانبا انطونيوس حبايب قوي 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 قوي. أنا فاكر مين اللي صفر ده؟ مين اللي صفر؟ وإزاي يتجرأ يعمل كده؟ إزاي يتجرأ يعمل كده؟ في أسبوع الألام اللي فات أنا جيت هنا ورحت الأنبا انطونيوس، هنا على حبة عينها والأنبا انطونيوس على حبة عينها، ولو ربنا ادانا كنيسة تالتة هتبقى برضو على حبة عينها. فربنا يبارك. فدي رابعا انه ان شاء الله يعني احنا السنين اللي فاتت كنا بنصلي في البدروم بتاع مبنى الخدمات اللي هيبقى مطرانية ان شاء الله في المستقبل يعني، إنما السنة دي نصلي في البدروم بتاع الكنيسة ده يوم 1/1، مش كده برضو؟ في نص الشهر بقى، نص الشهر اللي جاي هنفتتح كنيسة الدور الأول بتاع الأنبا انطونيوس والأنبا بولا. ومش هبة لوحدي، هيبقى معايا ضيوف كرام 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 كرام. يعني هيبقى يوم عيد كده، فمش هبقى لوحدي، هيبقى معايا ضيوف كرام كرام كرام. خلي بالك يوميها يا ابونا انطونيوس، بص الكنيسه اللي في البدروم اللي هنصلي فيها يوم 1/1 طبعا هتتسد، ومبنى الخدمات الدورين هيتسدوا، والكنيسه اللي نفتتحها هتتسد. ويجعله عامر يا رب كده يعني، يجعله عامر. دي رقم كام؟ رقم كام دي؟ ها؟ لا؟ ايه يا اخويا ده؟ دي 5. نراجع تاني، اولا ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. ثانيا كلمة ثانية افتحوا الشبابيك معناها اوعى حد يقرب من شرقها. اتفضلها اللي هنا قفلوا، افتح يا ابني افتح.
افتح يا حبيبي، افتح على الاخر. اوعى حد يلمس الشباك، اللي هيلمس الشباك هيتلسع. اوعى حد يلمس الشباك، كل واحد يلبس له حته زياده عشان بس لغايه ما نقول امضوا بسلام. دي نمره كام دي؟ وبعدين بقى ظهر نحسنين مش صحيين. دي ثانيًا، أولًا كل سنة وأنتم طيبين، ثانيًا إيه؟ شبابيك، ثالثًا الخوخ، ثالثًا إيه؟ شوف رقم ثلاثة أحلى رقم، ورابعًا اللي هو هنصلي يوم واحد واحد في البدروم، وخامسًا في نص الشهر في الدور الأولاني. مش الصبة خلصت؟ خلصت بركة. صبة دي صبة، ومهم عشان نتكلم احنا على اي مصاريف دي. انا دلوقتي لاي حد بيبني لما تيجي تديله 100,000 جنيه يبص لك كده كأنك بتديله 5 جنيه يعني. ربنا يرحم الناس من الغلاء، عشان كده من زمان كنيسة تصلي بتقول نجينا من الغلاء. ربنا يبعت ويرسل، وعمر ما شغل ربنا يوقف ابدا 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 ابدا. اقعد يا بنطلس، اقعد عشان تركز بس كده يعني، يا اما هتقف. اما سادسا فنتكلم عن امنا العذراء. السنه اللي فاتت بدانا سلسله عن الحكمه في حياه السيده العذراء. سفر الأمثال بيقول طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة، يا بخته، يا بخت الذي يجد الحكمة وللذي ينال الفهم. مش كل واحد حكيم، مش كل واحد عنده درجة فهم. والإنسان الحكيم يعيش مرتاح، يعيش في أسرته مرتاح وفي شغله لأنه عنده حكمة في التصرف. سفر الأمثال يقول الحكمة خير من اللآلئ وكل الجواهر لا تساويها. خدنا الآيات اللي جت في رسالة معلمنا يعقوب الرسول، وإزاي أن أمنا العذراء كانت بتعيش كل الآيات دي. بيقول معلمنا يعقوب الرسول من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. فالإنسان الحكيم والست الحكيمة دايما وديعة، اللي بتتنرفز وتزعق دي ما عندهاش حكمة خالص خالص. مين الحكيم اللي عنده وداعة الحكمة؟ فبالوداعة بيتصرف تصرف حسن. إنما اللي طول النهار زعق، طول النهار متنرفز، طول النهار ده ما عندوش حكمة. العذراء أم النور وداعة الحكمة بتاعتها في وداعتها في تصرفها مع الشيخ يوسف النجار لما شك فيها، ما اتكلمتش. لما راحت ولدت في بيت لحم بما لقيتش مكان، ولدت في زريبة. خلي بالكم احنا كل سنة نقول زريبة زريبة، حدش فيكم جرب؟ وبعدين طيب، وبعدين في العيال دي حدش فيكم جرب ان يولد في زريبة؟ زريبة وفي التلج. خلي بالكم بيت لحم أقل مننا في درجة الحرارة على الأقل بعشر درجات عامة طول السنين يعني. حتى فيكم اللي يراجع في التلفزيون يلاقي القدس وبيت لحم أقل مننا 8 درجات 10 درجات.
يعني في عز التلج في زريبة كلمتش وداعة الحكمة. تاني حاجة تأملنا فيها زي ما بيقول معلمنا يعقوب الرسول: حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. فاللي عنده غيرة ما عندوش حكمة. الستات والبنات، أغلب البنات عندها غيرة، بس في واحدة حكيمة وواحدة تاني الغيرة اللي جواها بتلخبط حياتها. يشوع بن صراخ بيقول: المرأة الغائرة من المرأة وجع قلب ونوح، ولسانها كرباج يصيب الجميع. فاللي سايبة نفسها للغيرة بتحطم علاقتها بكل الناس، لأن اللي سايبة نفسها للغيرة لسانها كرباج بيصيب الجميع، فبتخسر الكل مش بس اللي بتغير منها. لو كنت بتغيري من سلفتك، بتغيري من جارتك، فلسانك كرباج يصيب الجميع، بتخسري كل حاجة. طب والغيرة في حياة العذراء؟ العذراء كانت فتاة يتيمة، كانت يتيمة وما غارتش، كانت فتاة فقيرة ما غارتش من اللي بيلبسه واللي بياكله، اتعرضت للظلم ما غارتش، اتعرضت لظروف قاسية جدا في رحلتها لمصر ما تكلمتش. كان عندها وداعة الحكمة، كانش عندها غيرة. ثالث حاجة يقولها معلمنا يعقوب الرسول: الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة. طبعا الطهر في حياة العذراء نحن نعجز أن نعبر عنه، نعجز أن نعبر عنه. سفر الحكمة بيقول: في كل جيل الحكمة تحل في النفوس الطاهرة. قولوا معايا: في كل جيل، لا مش سامع، في كل جيل الحكمة تحل في النفوس الطاهرة. رابع حاجة اتكلمنا عنها إن الحكمة التي من فوق مسالمة. كل ما تكون مسالم كل ما تكون حكيم، كل ما تكون صدامي كل ما تكون مش حكيم وتخسر الكل برضه. ما احنا مش زي بعض، بنحتك بناس كتير قوي. في واحد صدامي، واحد تاني حكيم مسالم. أما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة ثم مسالمة. خليك مسالم زي ما بيقول الكتاب المقدس: ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام، المبشرين بالخيرات. معلمنا القديس بولس الرسول بيقول: فلنعكف إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض. ويقول أرضا في رسالته لأهل كورنثوس: عيشوا بالسلام. خليك مسالم. قولوا معايا: من هو حكيم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. تاني حاجة: حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. نمرة ثلاثة: الحكمة التي من فوق أولا طاهرة. نمرة أربعة: ثم مسالمة. العذراء أم النور كانت مسالمة مع جميع الناس. نمرة خمسة: الحكمة التي من فوق مترفقة. مترفقة، ترفق بالناس،
ترفق بالضعفاء، ترفق بالجهال، آسف جدا في اللي هقوله، ترفق بالأغبياء. أوقات واحد قدراته على قده، الناس تقعد تشخط فيه، أنت مش فاهم، أنت قدراته على قده، ترفق. الحكمة التي من فوق مترفقة. الإنسان اللي يترفق بغيره ده إنسان حكيم، إنما الإنسان اللي يبص لغيره كده من فوق إنه آسف آسف، إنه قليل، إنه مش شاطر، إنه ترفق. سادس حاجة اتأملنا فيها، الحكمة التي من فوق مزعنة، وكلمة مزعنة بمعنى خاضعة ومسرعة في الطاعة، خاضعة ومسرعة في الطاعة. يشوع بن صراخ بيقول إن المتقين للرب يهيئون قلوبهم ويخضعون أمامه نفوسهم. نبقى خاضع لربنا، وابقى خاضع للأب الروحي. قديس يوحنا الدرجي بيقول إيه؟ الطاعة هي تحرك بلا فحص، هي قبر للمشيئة وقيامة للاتضاع. الله الله الجمال، قبر للمشيئة وقيامة للاتضاع، وهي ترك الإفراز بغنى الإفراز. يعني اللي يفتكر نفسه كده فهيم وحكيم وبيفهم كويس قوي، يتواضع ويطيع بغنى الإفراز. ترك يعني ما تعتمدش على ذهنك وعلى فهمك، لا تعتمد، ده غنى الإفراز، انك انت تكون عندك طاعة لربنا والأبوك الروحي. سابعا، ودي اللي ابتدينا فيها يوم الحد اللي فات واحنا بدير أنبا هرمينة، أما الحكمة التي من فوق فهي مملوءة رحمة. معلمنا يعقوب الرسول قال الحكمة التي من فوق أولا طاهرة، ثم مسالمة، ثم مترفقة، ثم مزعنة، كان ممكن جدا يقول ثم رحيمة، لا، إلا الرحمة. عند الرحمة قال ممتلئة رحمة، ودي أهمية الرحمة. الرحمة دي الفيزا اللي هندخل بيها السماء. تعالوا إلي يا مبارك أبي روس الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. ليه يا رب؟ لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. بس مش ده، احنا وعظنا كتير ورجعنا ناس للبر كتير وصالحنا ناس على بعض كتير، وا 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 ماشي، كل ده حاجات جميلة هتتحكم في وضعنا الأبدي، إنما الرحمة دي هي الفيزا، دي المفتاح. ولذلك هنا معلمنا يعقوب الرسول قال، قول ورايا، أما الحكمة، لا مش سامع، في مشكلة في ودني ولا أنت ولا مش سامع، عايز أسمع كده، خليكم شداد. أما الحكمة، أعجب كده كويس، التي من فوق فهي أولا طاهرة، ثم مسالمة، ثم مترفقة، ثم مزعنة، ثم مملوءة رحمة. قولوا زي ما أنا قلت، ثم مملوءة رحمة. عشان كده ربنا قال أريد رحمة لا ذبيحة،
وقال طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. يوم الحد اللي فات اتكلمنا عن آيات كتيرة جدا قالها داود النبي عن الرحم. النهاردة هقول بعض آيات قالها سليمان الحكيم عن الرحمة، وأقول بعض صفات عن الرحمة في حياة العذراء. إن شاء الله المرة الجاية هنكون في موشى يوم الحد الجاي، نتكلم عن من أحد ألقاب العذراء أم النور أنها كرسي الرحمة. ده موضوع نتكلم عليه بعدين، خلينا في النهاردة. سليمان الحكيم بيقول الآية اللي أنا قلتها مبارح، اللي فيكم يعني كان معانا مبارح: لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس. اللي الرحمة تبقى جزء من قلبه، رحمة والحق، يجد نعمة في عيني الله وفي عينين الناس، ويبقى حكيم، فالحكمة مملوءة رحمة، مملوءة رحمة. كل الصفات اللي قبل كده قال طاهرة سالمة مترفقة مزعنة، عند الرحمة مملوءة رحمة. يقول سليمان الحكيم في أمثال 11: الرجل الرحيم يحسن إلى نفسه، مش يحسن إلى الفقراء، مش يحسن إلى الفقراء. الفقراء ربنا يعرف يسد احتياجاتهم كويس قوي 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 قوي، واحنا لا نعتمد على الناس في فلوس الفقراء، احنا نعتمد على ربنا بس انه يتكلم في قلوب الناس. وربنا بيعرف بيبعت احتياجات الفقراء كويس قوي. انما الرحيم فيكم يحسن الى نفسه، مش يحسن الى الفقير، هو بيحسن لنفسه. لما تحط 100 جنيه في الصندوق بتاع اخوة الرب، انت بتحسن الى نفسك مش بتحسن للفقير. انت حكيم، انت فاهم انه الحكمة مملوءة رحمة، وادي من اعوازك، ادي من اعوازك، مش في جيبك الا 50 جنيه، حط 20 جنيه. مش هقول لك اعمل زي الست الغلبانة اللي حطت كل اللي في جيبها وحطت الفلسين، لا يا سيدي، حط 20 بس من 50، بس ادي وما تحوش، ما تحوش. دايما بحكي قصة كده. الأسبوع اللي فات كانت شغالة القصة دي في دماغي قوي قوي. كنا مرة قاعدين في مكتب السكرتارية زمان وأنا في القاهرة، كنا 4 أساف يعني، كنت أنا وثلاثة، 2 منهم ماتوا، 2 يحوا الله ينحر، ودخل علينا الأنبر ويز الله ينحر روحه برضو. أنبر ويز ده كان قليل الكلام، كانش بيتكلم، كانش يتكلم إلا في الجون. فقال يا أبهات بعد ما نموت، خلي بالكم من الكلام، بعد ما ايه؟ بعد ما ايه؟ يعني بعد ما نموت هنفرق عن بعض بكوباية مية، كوباية مية واحدة. فواحد من الآباء اللي قاعدين قال له: ايه تقصد ايه يا سيدنا؟ قال له: مش في آية بتقول ما اللي مش قادر يقعد ساكت اتفضل يا حبيبي في الهوا بره، يعني ليه تزعجنا؟ لا لا استنى يا اخي، يا اخي عزم يعني ينصرف، ما انت بتزعق في ليه؟ يا اما يقعد ساكت يا يمشي، يعني يا دي يا دي، خلاص اقعد يا اخي، اقعد يا حبيبي اقعد. قال له: يا سيدنا تقصد ايه بكوباية المية ولما نموت؟
قال مش رب المجد قال من سقى أحد إخوتي هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط لا يضيع أجره. فإحنا كلكم بتعملوا أعمال خير يا أبهات، بس لو واحد إدى واحد كوباية مية هياخد أجر أكتر من أخوه. عايز يقول كل واحد فيكم بقى وشطرته، أهو ثلاثة من الخمسة دول دلوقتي في السماء. خلاص، وكل واحد بحسب شطرته. فمن يرحم الرجل الرحيم يحسن إلى نفسه مش يحسن إلى الفقير. دي في أمثال 11 آية 17. في أمثال 19 من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه. في أمثال 27 يقول الصالح العين هو يبارك، آسف، هو يبارك لأنه يعطي من خبزه للفقير. يبارك صالح العين اللي بيدي من لقمته، مش قال يعطي الفقير، يعطي من خبزه مش من فلوسه، من خبزه، من خبزه، من لقمته. يعني هو لقمته سندوتشين، يدي سندوتش للفقير، هو يأكل سندوتش واحد بس. في أمثال 31 يقول امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلئ، تبسط كفيها للفقير وتمد يديها إلى المسكين. المرأة الفاضلة اللي ثمنها يفوق اللآلئ من ضمن أوصافها تبسط كفيها للفقير، دايما إيديها مفتوحة وتمد إيديها للمسكين تساعده. في يشوع بن صراخ يقول دي حلوة قوي في الإصحاح 29، خبئ الصدقة في قلب المسكين يشفى عنك في الأيام الشريرة. كنا في منطقة كده وبيخلوا الصناديق تلف، وأنا قلت لهم مفيش حاجة اسمها الصناديق تلف، فأغلب الناس اعترضت. قلت لهم كل واحد يدي في الخفاء تلف في الصناديق. طب ندي مظاريف، مظاريف ايه؟ ما تسيب كل واحد من قلبه. شوف الآية دي، خبئ الصدقة في قلب المسكين، مش في ايديه، مش في ايديه، يشفى عنك في الأيام الشريرة. ما تقول ورايا كده بصوت عالي، خبئ، خبئ الصدقة في قلب المسكين يشفى عنك في الأيام الشريرة. دي يشوع بن صراخ 29 آية 12، بس دي ترجمة يعني ربما ما تكونش يعني موجودة في كل حتة. آخر آية، آخر آية أولى النهاردة، يشوع بن صراخ بيقول إيه؟ الأخوة والعون لساعة الضيق، لكن نصرة الرحمة فوق كليهما. يعني لما أكون في ضيقة أبقى عايز أخ كده يكون راجل يسندني ويعني. في واحد كده في وقت الضيق تلاقيه موجود، الأخوة والعون لساعة الضيق لكن نصرة الرحمة فوق كليهما. يعني لما نقع في ضيقة لو ليك واحد راجل كده يقف جنبك ويسندك، إنما لو أنت رحيم الرحمة هتسندك فوق ما يسندك أخوك ومعينك. قولوا معايا أحبائي، الأخوة، عايز أسمع، الأخوة والعون لساعة الضيق لكن نصرة الرحمة
فوق كليهما. يعني انت لما تقع في ضيقه تبقى عايز اللي يسندك. لو انت رحيم الرحمه تسندك وتنصرك فوق ما تتخيل، فوق ما اخوك او معينك ممكن يسندك. الاخوه والعون لساعه الضيق، لكن نصره الرحمه فوق كليهما. عشان كده معلمنا القديس يعقوب الرسول قال ان الحكمه مملوءة رحمة. فاللي مملوء رحمة ده إنسان حكيم، إنسان حكيم سيتمتع بكل هذه البركات. بركة إنه نصرة الرحمة تنصره، بركة إنه يشفع فيه في الأيام الشريرة، في الأيام الشريرة يشفع فيه المسكين، دي نعمة. إنه يبارك لأنه يعطي من خبزه للمسكين والفقير، إنه يحسن إلى نفسه، كل الكلام اللي قلناه النهاردة. فاللي يعيش كل هذه البركات ده الإنسان الحكيم. فالرحمة أحبائي الحكمة مملوءة رحمة. قولوا معايا كده، الحكمة مملوءة رحمة. تعالوا نشوف العذراء أم النور بقى. لما حبلت بطنها صغيرة، الملاك قال لها دهوزة لي صبات نسيبتك أيضا حبل بابن في شيخوخته. وهوزة الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرة، راحت بسرعة تخدمها. قعدت عندها 3 أشهر، بطنها كبرت. رجعت للقديس يوسف، يقول الكتاب المقدس يعني ايه واحدة عذراء بطنها كبيرة؟ يعني ايه؟ فالقديس يوسف كان راجل طيب لا يشهر بأحد. يقول الكتاب المقدس فيوسف رجلها إذ كان برا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا. وقعد يسأل نوديها فين؟ وسأل 1 و2 و3 عشان تمشي بهدوء سرا ومن غير زيطة، وحد يخلي باله منها. بنت صغيرة عندها 12 سنة و3 أشهر ولا 4 أشهر، عيلة. طب اتكلمي يا عذراء، قولي له. لا ما اتكلمتش. وداعت الحكمة وكانت بتخدمه، لأنها كانت مملوءة حكمة ومملوءة رحمة فكانت بتخدمه. هل احنا ممكن نخدم اللي يشك فينا أو اللي يتكلم علينا؟ هل ممكن نخدم اللي بيشك فينا أو اللي بيتكلم علينا؟ لا طبعا. إنما العذراء لأنها كانت مملوءة حكمة ومملوءة رحمة ما اتكلمتش في وداعة الحكمة، وكأنها بتخدمه بينما هو قرر خلاص. طبعا عينيه يعني هي كانت بتبص في عينيه وبتقرأ في عينيه الشك، مش قادر يرفع عينيه فيها. كل ما يجي يبص لها كده يروح حاطط عيني تحت، وهي طبعا بتفهم كويس قوي ما اتكلمتش. وتنها برضو بتكنس وتاخد وتطبخ وتشتغل، انها كانت حكيمه وكانت مملوءه رحمه في وداعه الحكمه. النقطه الثانيه، لما راحت في عرس قانا الجليل ودون أن يطلب منها أحد، وبعمق إحساس إن هم مزنوقين، الخمر خلص منهم، راحت قالت المسيح ليس لهم خمر.
وقلبها تحرك بالرحمة. فاحنا لما نشوف واحد محتاج، محتاج أي خدمة، محتاج أي فلوس، محتاج أي حاجة من غير ما يطلب، في آية في يشوع بن صراخ بتقول إيه؟ خلي بالكم الآية دي، لا تماطل عيني المعوز. ودني بالكم أبهات، آية مهمة قوي، عينيه بس، عينيه من قبل ما يتكلم. لا تتجاهل عيني المعوز، إنما الآية لا تماطل عيني المعوز، تلقط في عينيه إنه محتاج تتحرك على طول على طول. صدقوني يا أحبائي، مرة واحد كان قائد كبير قوي في الداخلية، طبعا هو على المعاش دلوقتي، هو بيحكي لي إنه لما كان ملازم أول صغير، مرة ماشي فلقي واحد في الشارع محتاج يعني، فبصله بس كده، بصله بس، فبعنيه عايز يقول له أنا محتاج. هو بيقول لي ساعتها أنا حطيت إيدي في جيبي، كان معايا 3 جنيه، كلام ده في الستينات زمان، فقال لي اديته 2 جنيه، اديته 2 جنيه، ده مسلم. قال لي روحت البيت أبويا اداني 10 جنيه برا أي حاجة، فبقول له خير يا والدي؟ قال له أبدا يا ابني. قال له طب تصدق إن أنا النهاردة لقيت واحد غلبان في الشارع بصلي، فديته 2 جنيه من 3 جنيه اللي معايا، فشوف ربنا راح ردل لي 10 جنيه. ده كان قائد كبير قوي 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 يعني، كان مهم يعني. لم يماطل عيني المعوز. العذراء أم النور بفطنتها وذكائها وإنها كانت لماحة، لاحظت إن الخمر خلص وابتدوا يهمهموا بسرعة من غير ما حد يطلب منها، راحت قالت للمسيح ليس لهم خمر، لا مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. راحت قالت للخدام كل ما يقولوا لكم افعلوه، طالما طلبت منه مش ممكن يردني. بس شفتوا الرحمة بتاعتها، انها لم تماطل وما حدش طلب منها حاجة، لما حدش طلب منها حاجة دون ان يطلب منها احد، لم تماطل عيني المعوز، مش لسانه طلبه، لا تماطله، لا تماطل عيني المعوز. عشان كده بنصلي في قطعة الخدمة الثانية من صلاة نصف الليل ونقول يا والدة الإله يا أم الرحمة والخلاص، يا والدة الإله يا أم الرحمة والخلاص. قولوا معايا، الحكمة التي من فوق أولا طاهرة ثم مسالمة ثم مترفقة ثم مزعنة ثم مملوءة رحمة. ربنا يعطينا نتمثل بالسيدة العذراء ونعيش الحكمة، لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن والأبد، آمين.